برمجنا روبوت إنبوت على حساس الصوت ساوند سنسور. أول شيء قسنا شدة الصوت في الغرفة وكانت حوالي يعني 160-170. خلينا برمجة إنه إذا زادت شدة الصوت عن الحد اللي هو 160 أو 200 مثلا فإنه يلف وينور نوع أحمر. أما إذا كانت في حدود الصوت الحدود العادية إنه نور نور أخضر. إذا تكلمت راح يبدأ يلف وينور نور أحمر. إذا سكت